يسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام، تحية كتير كبيرة وعبر أثير البانوراما منجدد اللقاء مع الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية. الخيال دايما منحكي عن الخيال ومنقلك تخيل، ولكن اليوم منظور الخيال بإطار تاني مختلف أكيد رح يضوي عليه، ونشوف لأي مدى الخيال شيء مهم، لأي مدى الخيال ممكن يعمل فرق، شو فوائد الخيال لقلنا نحن كبني أدمين كناس يا ناس العايشين على الكرة الأرضية. دكتور صباح الخير. صباح الخيرات والنعيم عليك دايما وعلى كل المستمعين. هاي كلمة تخيل يعني من أولى طالع نازل، بس أتاري إلى إلى أساس كتير مهم مفكرني، بس مجرد كلمة، مجرد أنه تتخيل تترسم لك شي شغلة بس مش أكتر ولا أقل. خليني هقولك هدي خبطة كده في الأول عشان الناس تسخن معنا. أنت دايما بتخبطني. إذا كان الريشة هي الوسيلة اللي رسام بيرسم بيها، فالخيال هو القلم اللي بتخط بيه شكل مستقبلك. مشاريب. شوية مشاريب لل... أنا عندي قناعة إن أي إنسان في مشكلة له يعني في سببين رئيسيين للمشكلة دي أيا كانت المشكلة. رقم واحد نقص معلومات، ورقم اتنين معلومات غلط. صح. فبالنسبة للخيال بقى، الناس مش مدركين الخيال وعندهم معلومات غلط. أفكر لما تخيل معناها حاجة هوائية، معناها حاجة فاضي. صح. في الفاضي. ده أول معلومة مغلوطة. رقم اتنين، هو مش مدرك إن الخيال هو اللي بيكرييت المستقبل بتاعك. بدليل، وهديهم حتى هتخلوهم من ناحية دينية عشان أقفل أي أفكار سلبية ممكن تيجي. هو إحنا في الجنة هنستمتع إزاي؟ الوسيلة الوحيدة انك لما تتخيل شيء هيحصل. يعني انت في الجنة ايه هي متعتك كلها؟ اول ما تتخيل شيء هيصبح واقع. صح. فاحنا عندنا الخاصية دي اصلا. دي خاصية موجودة جوانا، ان انت اول ما تتخيل شيء بيحصل، بدليل انك هتتخيل اللي انت عايزه ايا كان with no limit، من غير اي معيقات. في الجنة وهيحصل لك. اللي حاصل ايه بقى؟ ان دي فطرتنا الطبيعية اللي ربنا فطر الناس عليها. تخيل. صح. ولأن خطر، يعني احنا في الأصل أول ما نتخيل شيء بيصبح واقع in no time، مفيش وقت، في ثانية، في جزء، حتى جزء من ثانية ده كتير. فلأن احنا كده ودي فطرتنا، ده خطر. ليه؟ لأن لو تخيلت سلبي هيحصل لي، لو دخلت نار هبقى في نار. لو تخيلت ان انا مت هموت. فربنا سبحانه وتعالى ركب لنا الجسد والنفس عشان تعمل تأخير ما بين الخيال والواقع. لا أعيد الحتة دي. أيوة. لو سمحت. ربنا سبحانه وتعالى، إحنا الأصليين، إحنا مش الجسد، إحنا بنسيب الجسد ونطلع. صح. فإحنا طبيعتنا إن مفيش وقت ما بين الخيال والواقع. صح. أوكي. ولأن ده خطر، ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، في هذه الرحلة الأرضية، في الجيم ده، في الليفل ده، دخلنا في جسد. صح. ونفس. ليميتد سرنا. من وظائفهم إنه بيعمل ليميتيشن، بيأخر. ما بين ما تتخيل إلى أن يصبح واقع في شهر ونص، شهرين. حلو كده؟ عشان يبقى معاك فترة تتدرب فيها. حلو؟ الفترة دي تتدرب فيها على أنك تتحكم في تفكيرك وتمسك خيالك. وكل العبادات الدينية بتدربك على الخيال وعلى التفكير. يلا خدي عندك الصلاة، انسى الواقع، انسى الحياة، انت مركز مع إلهك ومتخيل نفسك واقف قدامه، ووقف كل حاجة. تدريب على الخيال. صح. توقيف الأفكار. خدي الصيام، انت جعان ومعدتك بتصوص وعايز تاكل، لا مش هاكل، انا متحكم وعامل كنترول. كل العبادات تحكم. الحج، انت بتسيب حياتك وبتسيب لبسك وبتسيب كل حاجة، وبتاخد شكل بدائي بسيط، وبتعمل حاجات ممكن تكون مش فاهم معناها ايه بس بتعملها. معايا؟ المهم ان كله كنترول، بتحكم عن شهواتي، بتحكم في افكاري، بتحكم في ان اي فكرة جيلي. معايا؟ وبالتالي التدريب في الحياة كله ان انا احكم خيالي وفكري. معناته قادرين نتحكم بخيالنا ونصدقه. الله عليك. الخطورة ان احنا مش منتبهين ان ده اساس وجودنا في الارض، انك تعمل كنترول على الفكرة والخيال. ايه اللي هيحصل بعد كده بقى؟ خدت الوقت بتاعك في الدنيا وما تدربتش يا جميل. لما يتفك الجسد منك تاني وهتطلع، لو ما كنتش عامل كنترول على الخيال هتتخيل الجحيم، وهيبقى ده جحيمك فوريفر، انك مش هتعرف تخرج منه اصلا. كل ما تخاف من حاجه تطلع 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 تطلع. اذا كان انت النهارده بتبقى مش عارف تحكم كنترولك وخيالك، واللي عارف يعمل كنترول هيعيش الجنه اللي هو عايزها.
شاء الله يا رب. طب كيف فينا نعمل كنترول على الخيال؟ وبالتالي مهم جدا بقول للناس الخيال هو أداة رائعة وقوية جدا ربنا مديها لنا. الخيال عام اعتبره يا سيدي كأنه عضو من أعضائك، بس بدل ما يبقى عضو جسم هو عضو عقل. أنت قلت له فوائد. بس الأول عايزك تتعامل معاه أنه عضو أو تول زي ما إيدك موجودة أو رجلك. ينفع النهاردة أقول أنا إيدي بتتحرك يعني لو شفنا الطفل أول ما يتولد بتلاقيه بيحرك إيده ورجله عشوائي وعينيه حتى عشوائي. صح. يعني حتى شوفي من ضمن الموروث اللي ضحك لما يبصوا على الطفل بعد اليوم التاني والتالت تلاقيه عينيه رايحة جاية، يقولك إيه ده بيبص على ملايكة. يا عم هو لسه مش عارف يعمل كنترول. هو لسه مش مدرك إن عيني أنا متحكم فيها، فتلاقيها رايحة وجاية ما تلف كتلعب. نقعد نقول له ولا ولا ولا، يبص علينا فجأة وتلاقيه فجأة عينه راحت يمين، يقولك ده بيبص على ملايكة. يا عم أكيد. طب لما يضحك؟ لا لما يضحك معناه انه لسه العضلات بتعمل حركات عشان يبدا يشيل يدرب نفسه لسه مولود. بس احنا شو بنقول؟ اي كم يحدد عم بيضحكوا. ايوه احنا اساتذه كله. بص يا جني يا عفاريت، المهم حاجات في الخارج يعني. بس انه ليك بما انه خيالنا واسع. أيوة. كل شيء وارد. شفتي بقى كل شيء وارد. المهم فاللي بيحصل لو انا إيه؟ عايز اقول لا بيضحكوا معناته خيالي واسع. صح صح ولا لا؟ يعني لا قال يعني لما يعوزوا يضحكوه هيجروا من العين، هو بيجوا بالبصيره مش بالعين. المهم لانهم في بعد مش مادي اصلا. المهم فبيبدا يتدرب ان عيني ملكي فيتحكم فيها بعد اسبوع او 19 ايام بيصير يركز ساعتها بقى. العين لما ركز ما تروحش يمين ولا شمال. صح. الايد كده بالظبط، تلاقي ايده وتجله بتروح في كل حته لغايه ما بنحط له العاب كده يخبط فيها. الله فيبدا يتحكم من ايد، ينتبه ان ايدي دي لما عملت كده راحت هنا فانا متحكم فيها. لغايه ما يبدا يدرك ان ايدي ملكي فانا متحكم فيها. وما حدش علمنا ان خيالي ملكي فلازم اتحكم فيه. وبالتالي ساعات بعض الناس يجي يقول لي يا سيلفي يقول لي انا اصلا ما بعرفش اتخيل، فبقول له جمله كده عشان يعني ساعات بخر لا مش بستفز بستفز وبخرجه عشان اخليه يبقى هير ناو يبقى مركز معايا. بعمل له جمله ما يتوقعهاش. ايه يوم ايه ده في ايه يوم مركز ايه يا راجل ما عندكش خيال؟ هو انت مش بتسرح مثلا؟ ما بتسرحش؟ وانا اقول لك هو انت مش بتسرح يا راجل؟ هو انت يعني ما فيش مره كنت سرحان ومن قوه الخيال كنت مش هنا وكلمتك قلت ها قمت فايق؟ ما انت عندك خيال قوي اهو. صح. بس للاسف سلمته لغيرك. احنا بنسميه بقى في علم النفس سلمته للافكار السلبيه، او في الدين سلمته للشيطان، فبقى هو اللي بياخذك. وطالما هو اللي خدك فانت بتسرح في السلبي. اللي بتاخدنا وبتجيبنا. ايوه. انت ما تعودتش انت اللي تعمل كنترول لخيالك، فعقلك اتعود ان خيالك ده عضو لوحده كده وتحكم فيه حاجه تانية، فبقى بيمشي ورا الخيال السلبي. فلما بتسرح في السلبي. حتى إيه لما تحلم صرت تحلم باحلام غيرك او تحقق احلام غيرك. ايه رايك لو قلت لك انك لو اتحكمت في خيالك هتبقى انت اللي بتحكم خيالك، فلما هتسرح في الايجابي. عشان ندرك قوه الخيال هسأل سؤال واحد، وكل حد بيسمعني النهاردة يتأمل كده في اللي حواليه أيا كان انت فين، وتحداك انها تنفع في أي موقف، سواء في السيارة سواء في البيت في الشغل. بص على كل اللي حواليك وأتحداك تطلع لي حاجة من اللي حواليك ما كانتش خيال قبل ما تصبح واقع. السيارة كانت خيال، دواس البنزين كانت خيال، لبسك كان خيال، شكل ستايل شعرك كان خيال، الشوارع المتخططة في الأرض كانت خيال، المكتب كان خيال، الشركة كان خيال، أنت نفسك كنت خيال في دماغ أبوك وأمك قبل ما يجيبوك. صح. كل ما فيش حاجة قبل ما تصبح واقع إلا ما كانت خيال. صح. فهرجع للجملة اللي قلتها في الأول، إذا كانت رشة الرسام هي الأداة اللي بيرسم بيها رسمته، فالخيال هو القلم اللي بيرسم وبتخط بيه مستقبلك. وبالتالي انتبه بقى. الأساس يعني. أيوة. عشان كده بنقول قاعدة خطيرة جدا. إذا أنت ما قعدتش بخيالك تخط بدقة تفاصيل مستقبلك، فاعلم ان انت هتكون من ضمن خطة اخرين. صح. في غيرك بيخطوا وبيتخيلوا وبيرسموا، فلو انت مش عامل تراك هتلاقي نفسك بقيت في المنظومة بتاعتهم اللي بتفيدهم فهيتسلقوا عليك. طب سؤال، كيف فينا نعمل كنترول على الخيال؟ لأنه نحن معرضين لأنه ننفئس من الأشياء اللي حوالينا. صح. أوكي؟ فنحن بدنا نحافظ أنه هلأ بعد ما يكون عنا اليقين ونصدق خيالنا، يمكن هون الخيال بيصير حقيقة. صح.
لما نعمل كنترول على هذا الخيال، لما أكون مدرك أن أنا بالخيال بخليه يكون واقع. أيوة، كيف نوصل لهيدي النوعية طيب. من المشاعر؟ أولا هدي مثال للأسف سلبي أو القناعة. هدي مثال للأسف سلبي بس عشان يخبط الناس ويفوقهم. بيجي لي ساعات شباب في الجلسات يقول لي يا دكتور هو ليه دايما الناس السيئين او المكرين او الوصوليين او المستغلين بينجحوا والطيبين مش بينجحوا؟ بقول له عشان الانسان السلبي هو اكتر انسان بيستخدم خياله، بيقعد يخطط ويتخيل وخليه يعمل كذا عشان اعمل كذا وهوقعه في كذا عشان يعمل كذا، ويتخيلها كويس قوي فبتصبح واقع، وانت بسلامتك طيب سايب الدنيا عايمه، مش حاطط خطة ولا حاطط خيال ولا حاطط بلان بي وسي كمان. مش حاطط لو حصل كذا هعمل كذا ولو حصل كذا هعمل كذا. ساعات بقول للناس مثلا هو انت عمرك تخيلتي مثلا في يوم من الايام لو انت لسه متجوزة كأنثى لو جوزي عمل كذا هعمل معاه كذا عشان ابقى حياة سعيدة؟ ما تخيلتيش اصلا. لو مديري عملني بطريقة سلبية انا هعمل معاه كذا عشان الدنيا ما تخربش؟ مش حاطط خطة اصلا. لكن المكار لو هو عمل كذا هعمل كذا، لو اترقى عامل كذا، بيتخطب بيشوفها وبيعيشها كل يوم بالليل قبل ما ينام، بس انه بالطريقه اللي هو بس في السلبي. فلانه استخدم قوه الخيال رغم انه شر. ما خلي بالك لو انت خير وهو شر الخير يكسب، بس اللي بيستخدم خيال يكسب اكتر. والخيال زي السلاح، هاتيلي واحد طيب معهوش سلاح، اللي معاه سلاح يموته. والخيال لازم هي مثل 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 فكره الصبر، انه انت تكون شايفه هالقد افري داي. الخيال بينمو لما اقعد اتحكم فيه كل يوم وتخيله وارسمه. عشان كده بقول للناس دايما عشان تقوي خيالك قبل ما تعمل اي حاجة تخيلها الاول. يعني النهاردة مثلا اللي بيسمعني دلوقتي اكيد مثلا ممكن يكون في العربية رايح مشوار، وانت رايح مشوار اكيد عايز تطلع بيه بحاجة معينة. يا سيدي غمض عينك وتخيل نفسك وانت طالع سعيد، استخدم الخيال كل يوم قبل ما تعمل حاجة. معايا؟ وبالتالي لما تتدرب ان انا استخدمت خيالي يوم بعد يوم ستذهل من كمية تحكمك. وما تنفئس انه ما زبطت اول مرة، لانه بتكون انت عندك داوت. أيوة. عندك شك صح؟ هي لما يكون في داوت ما بتزبط. مثل هون بحط اكسبكتيشن بيفشل ببطل يعمل خيال. من لم يستخدم خياله وتحكم فيه اتعامل بالزبط زي الطفل اللي لسه لم يستخدم قدمه في المشي، او زي الطفل اللي لم يستخدم قدمه في الكتابة. طب الى اصول؟ بس الاول هدي مثال شو عشان يوضح الصورة. عشان تبقى واعي انت هتبقى عامل ازاي، شوف انت بتكتب باي ايد. لو بتكتب باليمين ارجع البيت وجرب اكتب اسمك بالشمال، شوف اللي هيحصل. شوف انت كم مرة كتبت بايدك اليمين فبقى في كنترول. لما تكتب بالشمال اهو خيالك عامل كده دلوقتي. بس لو تحرنت دقة عايز تعرف خيالك عامل ايه بالظبط، اكتب اسمك بقدمك مره في مره هيبقى شوف مفيش، مش عارف تحكم بيقع والقلم بيقع صح. ومش عارف تكتب اهو انت خيالك كده بالظبط. بالتدريب هتعرف تعمل فيه كنترول لغايه ما يصبح زي ايدك اللي انت بتكتب بيها. ساعتها كل احلامك هتحققها بمنتهى الدقه. حلو، تدريب يعني تضلك تجرب لتظبط. وده اقول لك مفاجاه بقى قد تكون صادمه للناس، وده من اخطر انواع الجهاد. اخطر انواع الجهاد كيف يعني؟ اللي حاولوه خلوه موت وقتلوا دم، ان انا ببذل جهد في اني استخدم اداه من اقوى الادوات اللي ربنا مديها لي عشان اقدر اشكل بيها الحياه اللي عايش بيها. وكل الدين نازل لن تستطيع انك تعمله الا ما تكون بتتخيل. يعني لن يستطيع انسان يصلي صح الا ما يتخيل انه واقف قدام ربنا صح. لن تستطيع انك تعمل اي عباده صح الا ما تتخيل حاجه. فالدين كله جاي ينمي الخيال عندك، فانت بتمشي بتجاهد في شيء في سبيل الله. تخيلي بقى ايه الصدمة مشاريب هاي سلوجن تبع حلقات اللي جاي. وبالتالي بقى لانك لم تبذل هذا الجهد ايه اللي حصل؟ سلمت اقوى طول عندك الى الشيطان صح. فاستغلك اسوأ بالتمرين يا جماعة بيقوى خيالك طبعا عليك. وخيالك اذا كان لصالحك positively طبعا ولصالح غيرك هتعمل انت سحر في حياتك صح. ومش عشان انا اللي عامل الحلقه هقول المعلومه دي، قد تكون دي اخطر حلقه في حياتك. اسمعها مره واثنين وثلاثه وضعها موضع التنفيذ فورا، وستذهل من تغير حياتك بسرعه ان شاء الله. انا هلا مش فضيت لك عم بتخيل لا احمد انا مش فاضي. خليني اخد من المثال بتاعك ده فكره عشان تدرب الناس على الخيال. يلا. لو انت النهارده في مشكله سلبيه
عشان تعود نفسك على التخيل بتلاقي نفسك قاعد متخيل طب هيحصل لي ايه وممكن يحصل كذا طبعا. وتلاقي نفسك مكتئب. اسأل سؤال وقول طب يا ترى هبقى عايش ازاي لما انجح لما حل المشكلة دي، وسيب خيالك يشتغل. أيوة. طيب لو انا مثلا وزني تخين مثلا قول طيب لما ابقى وزني رشيق اللي حواليا هيعملوا ايه، هيتفاجئوا بيا ازاي، وسيب الخيال يشتغل. وجهه انت بس لو كل يوم واحد مرة نخيله. أيوة. لو انت كل مرة عملت كده الخيال هيتبرمك في العقل انه تابع ليا مش تابع للمصدر اللي بالي بالك. حلو كتير والله. على سيرة انا كنت بدي احكي بالمديتيشن، هل بنحكي فيها هلا ولا ما نحكي فيها؟ الحلقة جاي احسن محتاج عشان لانه كمان يمكن هي جزء من التمرينات الواحد لازم يعملها. المديتيشن وسيلة مهمة لتدريب نفسك على توقيف الفكرة والعيش في الخيال. حلو، بركي بنعملها بالحلقات اللي جاية. انا بدي اتشكرك دكتور، يعطيك العافية. بكلمة اخيرة لكل اللي ما بيتخيلوا اليوم، شو بتقول لهم؟ اللي ما بيتخيل هقول له انت كده كده بتتخيل، ولكن بدل ما كنت انت سليف او عبد وسايب الخيال في ايد غيرك، قرر النهاردة انك تبقى واعي ان الخيال بايديك، وابدأ اقرأ وتدرب وتعلم انك تقوي خيالك، وقبل ما تعمل حاجة تخيلها عشان تصبح عندك سلاح قوي من اقوى ادواتنا في الحياة، تقدر تخلي حياتك جنة بصورة رائعة. مش فاضي انا بعدني مش فاضي اقول لك حاجه بسرعه جت في دماغي دلوقتي. والله انا بطلعت بتخيل وما معي خبر. بس انا بترك الخيال. طب اقول لك مثال بسيط. هاتي لي اي واحده النهارده عايزه تعمل رجيم، حلو، وفجاه هي خلاص عامله نظام غذائي ورجيم، وفجاه جت لها عزومه فضعفت وراحت تاكل خلاص. لما اقعد معاها بعد كده تقول لي بص اصل انا الاكله دي بضعف قدامها، اقول لها شفتي تخيلتي ان بتضعفي فحصلت. صح، ده تخيل برضه. يا عيني عليك. طب لو تخيلتي بقى، طب لو تخيلتي ان حتى لو حد عزمني الاكله دي هبقى قويه، هيحصل. صح، احنا بنستخدم الخيال غلط. لما في اكلات مثلا انا بتزعجني لاني بعرف انه بتزعجني، بس اكلها بتزعجني. شفتي؟ واللي بيغضبني انا متخيل ان دي بتنرفزني. صح، حضلها من نرفز. انا بقول لا، بقول دي اكتر حاجه يعني بتنرفزني. صح، فتخيلتها ففتحتها في الواقع، يوم ما يحصل بتنرفز. الخيال وسيله من اقوى، يعني هو اللي مدمر حياه الناس للاسف. نعم، ساعات بيجي لي حد يقول لي ايه انا حياتي جحيم الدنيا باظت، قالوا يخرب باظت وقوم فتح الشباك شايف الشمس من هنا ماشي. عن جد انت متخيل انها باظت هتعيش البوظان؟ احنا بنستخدم خيالنا ضدنا. وبيزيد يعني السلبي بيزيد طبعاً. والايجابي بيزيد. صح، احنا بنستخدم خيالنا ضدنا. ما تتفاجئش يا اللي بتسمعني لو قلت لك اللي انت عايشه دلوقتي هو خيالك قبل كده. لا انت بدك تعمل فيها كده ايه؟ طب اقول لك حاجه قبل ما نختم يعني. يلا الواقع والله. الواقع هو اللي بيقول خليك واقعي. هو الواقع عباره عن ايه؟ الواقع وحاجه وقعت. صح، الواقع هو خيالك. صباح الفل. الصدمه مشاريب. ابدعت صراحه. لا هي جمله مهمه، اللي وصلت له وصلت له وعرف. صح، لانه قبل ما يوقع الشيء اصلا كان وين بالضبط؟ مشاهيم. دكتور احمد عمارة استشاري قبل ما تفتح نفسي. الراديو كان خيال قبل كده. بالضبط، فواقع. يا عيني عليك. خلينا نذكر بحساباتك على السوشيال ميديا. دكتور احمد عمارة DRAHMEDAMARA على كله.